والله في حاجات كتيرة متكلم فيها بس لسه ما زبطتش يعني، فربنا يكرم. الأناقة برضو رايقة على قصر عابدين، فاهم؟ إيه الأداء ده؟ حبيبي إيه الأكبر، وحشني. كله فل، وأنت كمان والله. أنت عامل إيه؟ كله فل الحمد لله يا رب. إيه اللي رأيك النهاردة الأجواء؟ وإيه اللي شجعك إنك تبقى موجود النهاردة كمان في قصر عابدين وفي وسط عرض أزياء جامد ده؟ والله يعني بص، المقيمين على العمل ناس صحابي فقالوا لي، فقلت لهم ماشي، وقلت بالمرة أجي أشوف أول مكان في قصر عابدين، حاجة جديدة وهيبقى فاشون، فأكيد هيبقى حاجة حلوة فلازم أبقى موجود. تمام. وأنت هنا جاي الموضوع أزياء فاشون معظمها حريمي. فانت ايه في ايه الهدف تحليل؟ لا والله عادي يعني، الواحد بيحب يتفرج على حاجات كتيره عشان يبقى فاهم ايه الفاشن وايه الموضه الجديده، عشان يبقى بس في الواقع موجود. يعني انا مش شرير مثلا اقول لو عجبك حاجه بقى يبقى صاحبتك مثلا تبقى بتاع ولا والله لو عجبني بقى حاجه عادي لو متاح برضه. متاح، كل حاجه متاحه. حلو قوي. شايفين بقى الموسم الرمضاني ضرب نار وبيجهز، انت معانا في الموسم الرمضاني ولا ايه الاخبار؟ والله في حاجات كتيره متكلم فيها بس لسه ما زبطتش يعني، فربنا يكرم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نتكلم بقى عن الموسم اللي فات، اهم اعمال كانت ليك كمان ومكسره الدنيا. الحمد لله مسلسل الونش بيتعرض اليومين دول يعني، وعامل حاجه حلوه وربنا يكرم. تمام. الونش تحديدا الناس شايفه محمد رجب طول الوقت كان بيكسر الدنيا، ناجح وعامل شغل في الشارع بس مش بنفس قوه اعمال محمد رجب. شايف ده الكلام ده مظبوط ولا لا؟ لا الصراحه مش بصتك لا 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 الصراحه مش شايف الكلام ده مظبوط يعني. احنا تعبنا في المسلسل وربنا كرمنا، والمسلسل عامل شغل كتير في الشارع حلو الصراحه. فيعني مش عارف الكلام ده انت جايبه منين، بس لا يعني لا 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 الصراحه يعني انا مش شايف رد فعلي وحش خالص. لا وحش لا، بس اقصد انه كان بيبقى نجاح اضخم من كده بكتير. لا يعني اللي انا عايز اقوله لك ان المسلسل ده ليفل تاني وحاجه تانية. الاستاذ محمد رجب غير من جلد عنده، فيعني المسلسلين اللي فاتوا هتلاقيه واحد طالع شعبيه مناطق شعبيه، لا ده بيتكلم بقى على كل الكاتيجوريز، فالحمد لله ربنا كرمنا فيه. شايف كل الكاتيجوريز بما اننا بنتكلم بقى في ناس كتير نزلت ليفلات، فرايك في الموضوع ده ايه؟ والله بص، هو ربنا كريم وكل واحد ربنا بيكرمه وهو شغال على نفسه، بس ده اللي اقدر اقوله لك. أكيد. حبيبي احمد، عايزين نعرف منك فكره احمد امام، ما بتدخلكش كده شويه مع عادل امام؟ حصلت اللطشه دي قبل كده ولا لا؟ دي حاجه ليا الشرف طبعا لما حد يفتكرني كده. لا طبعا في ناس كتير افتكرتني، بس طبعا انا استاذ عادل امام استاذنا وابونا كلنا، فاكيد يبقى ليا الشرف لو حد يقول لي الكلام ده. اكيد. حبيبي انت ليك علاقه باي حد من عائله امام مثلا، محمد او كده ولا؟ لا 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 خالص، لا خالص، احنا كلنا زمايل شغل وان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا. تمام. عايز اعرف منك كمان اكتر عمل انت عايز تتابعه في رمضان. لا ما دي هو كده كده الكبير قوي هنتفرج عليه طبعا. ده اللي معروف اللي هو نازل في رمضان اللي حد اتفرج عليه. ولو عندي شغل طبعا، احنا لو عندنا شغل ما بنتابعش حاجه عشان بنبقى مسحولين في التصوير لغايه اخر رمضان، فربنا يكرم ان شاء الله في اللي اهم جاي. عاداتك في رمضان ايه لو ما فيش شغل؟ العباده صح، ما فيش غيرها يعني، ربنا يكرمنا. وده الشهر الوحيد في السنه اللي كل حاجه بتروح فيه طبعا. بس في ناس عندها افطار مقدس كده اول يوم رمضان، انت من النوع ده برضو لازم عندك حاجه معينه اول يوم رمضان ولا الموجود؟ لا الصراحه طبعا عندي. ايوه بقى. ملوخيه وصنوبر ورز وكده الحاجات دي كده وفراخ مشويه، الحاجات دي طبعا رمضان بقى. بس يعني انت فاهم ربنا يكرم. بتبوظ الدايت في رمضان؟ هم اول 5 ايام وبعد كده عذاب. عذاب بقى بتعوض عذاب والله. والله عذاب حبيبي. رامز جلال لو وقعت في ايده هتعمل ايه؟ ربنا ما يوقعني في ايده، بس زي ما اي نجم بيعمل هتضربه يعني؟ يا عم لا لا ربنا ما يجيب ضرب. في ناس بتجيله الرجل بتطيره. ما اعرفش والله، هو وحظه بقى. انت حابب انه يكمل وشايف انه ناجح طول الوقت ولا الموضوع بقى باين قوي انه ممكن يبقى فيك بصراحه؟ يا باشا استاذ رامز جلال هو نجح في شغلانته الاول فيها، فيكمل ما يكملش ليه؟ بس من الاخر كده اكيد. حبيبي شرفتني وكل سنه وانت طيب يا حبيبي. تسلم لي. شكرا.